بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج الواردة. مثل ما عودناكم احنا معاكم طيلة ايام شهر رمضان المبارك من الساعة 5:30 الى قبل اذان المغرب. اسئلتنا سهلة ومنوعة عن احداث صارت خلال شهر رمضان في كل السنوات. اكيد انا موجود متواجد في المؤسسة في درب الوسيل، وزميلي محمد التميمي موجود في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. خلينا نشوف محمد التميمي شلون الاجواء الموجودة عنده في كتارة. محمد تفضل، كلمة عندك. مسي عليك بالخير يا عبد الله، المسي على جميع مشاهدينا على شاشة تلفزيون قطر في برنامج الواردة، البرنامج كان وياهم بداية رمضان لين ما قربنا نخلص، وان شاء الله الله يتقبل منا ومنكم الطاعه، والله يعود علينا عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. احنا في كتارة حاليا نفس ما قلت، صحيح تشوفون ورانا الناس جايه تصور مع المدفع، بس احنا بعد ما بنخليهم يروحون بس بصوره، راح نخليهم يروحون ان شاء الله بعيديه مقدمه من البنك التجاري. بس نبدا عندي اول شيء، نبدا عندك عبد الله بعدين ترجع لي. نعم اكيد، شكرا لك محمد ويعطيك العافيه، واكيد احنا ان شاء الله راح نبدا وراح ناخذ جولتنا، ولكن خلونا نشوف بالبدايه شلون الاجواء الموجوده في درب الوسيل. اكيد السيارات موجوده والكل متحمس ومستمتع في هذه الاجواء المميزه في درب الوسيل، واحنا راح نبدا معاكم اكيد جولتنا اليوم، وراح ناخذ لفه ونشوف ونتكلم مع الناس الموجودين وناخذ معاهم احداث صارت خلال شهر رمضان. شوف الصغار شلون مستانسين فوق السياره. اكيد تعال، حياك تعال معي خلينا نتكلم معك اول واحد. السلام عليك. عليكم السلام، كيف الحال؟ الله يسلمك ويعافيك. تعرف عليك؟ محمد ازهري. محمد قول لنا شلون اجواء رمضان معك؟ والله الحمد لله الاجواء جدا طيبه هالسنه، الحمد لله الجو مو بحار والصيام كان جدا خفيف، و والله يتقبل، امين يا رب. امين. زين قول لنا شنو تنصح الناس يعني انه يسوون ويستغلون وقتهم في شهر رمضان؟ شنو يسوون؟ والله خلص رمضان باقي 4 ايام 3 ايام، اي لازم يستغلونها ان شاء الله، العشر الاواخر ايام فضيله، وباقي ان شاء الله ليله 29 اخر ليالي القدر. انصحهم يكثرون من الدعاء وقراءة القرآن والطاعات، والله يتقبل ان شاء الله من الجميع. ان شاء الله. زين جاهز حق اسئلتنا؟ ان شاء الله. ترى اسئلتنا يعني سهله اليوم صراحه، اليوم الاسئله وايد سهله، فانت حظك اليوم. يعني سؤالك يقول يا محمد، كم عدد السور التي اسمها على اسماء الانبياء؟ تبي اختيارات ولا بتجاوب شي بتقول من نفسك؟ تعطيني رقم، تقط رقم. اعطني اختيارات. انزين 15 سورة ولا 6 سور؟ 6. متأكد؟ اي ان شاء الله. زين تعرف شنو هي السور؟ والله لا. يعني كم سورة تعرف في القرآن بأسماء الأنبياء؟ أنا اللي أعرف إنه مر علي سؤال قبل وست أسئلة بس. زين، هي سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة محمد وسورة نوح، وإجابتك صحيحة. يعطيك العافية يا أبو جاسم، وهذه هدية مقدمة من البنك التجاري، يعطيك العافية، شكرا على حضورك. ضبطني بصورة ولا لا؟ أكيد أكيد. احنا راح نكمل معاكم وراح نمشي وناخذ، خلنا نمشي شوي هناك، خلنا نشوف شوي الموجودين. طبعا مثل ما تشوفون هني المدفع موجود وأجواء جميلة عند المدفع، الكل جاي يشوف المدفع ويشوف المدفع قبل الإطلاق. خلنا نمشي احنا وناخذ الناس الموجودين هني ونسولف معاهم عن أسئلتنا الموجودة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. أنا شايفك واقف هني بروحك من هناك، قلت خلنا أجي لين عندك. شو اخبارك؟ بخير الله يسلمك. علوم عرفنا عن نفسك. عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن شلون اجواء؟ لا 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 احنا طلعنا هوا، لا تخرب علينا. زين عبد الرحمن قل لنا شلون اجواء رمضان معك؟ والله الاجواء حلوه هنا في البوليفارد، تغيير جو، ما بقى شيء طبعا على العيد، فقلنا هني نغير جو نعيش اجواء رمضان قبل. زين خلني اسالك سؤال، وسؤالك بعد سؤال سهل صراحه، اليوم اسئلتنا والله وايد سهله. سؤالك يقول
ما هي السور التي تسمى بمواقيت الصلاة؟ تعرف كم سورة؟ يعني سور في القرآن أساميهم بمواقيت الصلاة. احنا عندنا 5 صلوات، في سور بأسامي الصلاة، كم سورة تعرف؟ أو كم سورة ممكن تقول لي؟ يلا 2، يلا بعطيك اختيارات، سورة الفجر والعصر ولا الضحى والنساء؟ الفجر والعصر. الفجر والعصر، ومتأكد؟ متأكد. متأكد، وإجابتك صحيحة يا عبد الرحمن، وتستاهل هذه هدية مقدمة من البنك التجاري، شكرا لك ويعطيك العافية. إن شاء الله إن شاء الله بناخذكم كلكم. بس أنا يا جماعة لفت نظري هناك في ناس قاعدين فوق السيارة، خل نروح عند الناس اللي فوق السيارة هناك، خل نشوفهم اللي فوق السيارة هناك. خلك فوق، أنا بنسولف معاه. خلك فوق. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ علي. علي، وأنت شو اسمك؟ ناصر. شلون أجواء رمضان معاكم؟ الحمد لله. حلوة الأجواء؟ إيه. جايين تسوون هني؟ نشوف المواتر والسيارات نشوف المواتر والسيارات، زين أسألكم سؤال وتروحون جائزة ولا ما تبون؟ لا نبي نربى جائزة. تبون جائزة؟ زين، سؤالكم يقول يا محمد ويا علي، كم عدد بنات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماش كم؟ 4. ما شاء الله عليك، متأكد 4؟ ايه. شلون عرفت انها 4؟ درستها. ايه. زين، تعرف اساميهم؟ ايه، زينب و رقية و فاطمة عائشة. والله عائشة زوجة الرسول. ها كلثوم. عليكم، يا سلام عليكم، بدون اختيارات وبدون مساعدة جاوبوا الإجابة الصحيحة، تستاهلون هذه هدية مقدمة من البنك التجاري، يعطيكم العافية. ترى 2 مع بعض بالهدية. زين زين، وأكيد بعد مستكملين معاكم وبنمشي. تعال تعال تعال، خلاص تعالوا يلا. شو اسمك؟ عبد الله. وانت شو اسمك؟ طلال. ها؟ طلال. وانت؟ زهير. كم أعماركم؟ كم عمرك؟ 10. وانت كم؟ 6. وانت كم؟ 7. شلون أجواء رمضان معاكم؟ والله بخير الحمد لله. زين، قل لنا كم يوم صمت؟ صمت 29 يوم لحد الحين بس. لا 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 لا، كم يوم صمت؟ صمت 27 يوم بس يوم واحد فطرت. لا، قصدك صمت 26 يوم ويوم واحد فطرت، لأن الحين ما وصلنا 29 صح؟ زين، وانت كم يوم صمت؟ ولا يوم؟ ليش؟ بتصوم بكرة؟ بكرة صوم. زين؟ زين، وانت كم يوم؟ والله ما أدري. ها؟ ما أدري. ما تدري؟ بس صمت ولا لا؟ إيه؟ صمت. زين، يلا بسألكم سؤال، وسؤالنا الأخير اليوم عاد لازم إن شاء الله سؤالنا الأخير. زين زين، السؤال يقول ما هي كنية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو عبد الله ولا أبو القاسم؟ أبو عبد الله. شو تقول، أبو عبد الله ولا أبو القاسم؟ عبد الله. أبو عبد الله ولا أبو القاسم؟ أبو عبد الله. فكر. أبو. فكر. عبد الله. فكر. حد فيكم يغير؟ أبو قاسم. ها؟ عبد الله. بعد أبو عبد الله ثبت. وأنت؟ قاسم. انزين، ابو عبد الله وابو القاسم، وكنية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت ابو القاسم. يعطيكم العافيه، هذه هديه مقدمه بك التجاري لكم كلكم. ها تعالوا تعالوا تعالوا، روحوا هناك روح هناك روح هناك روح هناك. زين زين زين، احنا زين، لحظه خلينا نرجع شوي هناك 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 بس السيارات. زين، احنا ترى خلصنا سلتنا بس بنسولف معاكم. اوكي، بنسولف معاكم، خلينا نمشي، خلينا نروح الصوب الثاني، تعالوا معي الصوب الثاني بنسولف معاكم. وأكيد يعني مشاهدين الكرام مثل ما تشوفون هذه هي الأجواء المميزة الموجودة في درب لوسيل، الكل موجود سواء كانوا كبار أو كانوا صغار مستمتعين في هذه الأجواء المميزة. تعال خلنا نطلعكم في التلفزيون، تعالوا 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 تعال، زين شوف شوف الكاميرا شوف الكاميرا شوف الكاميرا، قول كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير.
حال. يا سلام عليك، يلا تعالوا تعالوا تعالوا، خلنا بنسلم محمد تميمي، بس خلنا نطلعكم في التلفزيون. شوفوا شوفوا التلفزيون، شوفوا شوفوا الكاميرا، شوفوا الكاميرا عشان تطلعوا في التلفزيون. هذه الأجواء المميزة اللي موجودة في درب الوسيل. انتهينا من أسئلتنا، وأكيد الحين منكملين معاكم هذه الأسئلة في برنامج الواردة، ولكن في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة عند محمد التميمي. محمد تفضل، الكلمة عندك. يعطيك العافية عبد الله، والله يحفظهم الصغار. مستمتعين جدا في الوسيلة، خصوصا مع تواجد السيارات. المكان اللي انت قلته مكان لعرض السيارات بجميع انواعها وموديلاتها. احنا هني في كتارة معانا مو بعرض سيارات، عندنا هني المدفع اللي هو المكان الاساسي لتجمع العوائل اللي جاية هني تستمتع باخر ايام رمضان لهذا اليوم. نبدا اول سؤال اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تعالى. طيب الحمد لله. من وين؟ من الاردن. والله مرحبا ومسهلا. من معك الصغار هذول؟ معي جنى وجوان. شو اسمك؟ جوان. وانتي؟ أنا. زين، من فيكم حاب يجاوب وياخذ الجائزة كلها؟ انتي اكيد، بس اذا جاوبتي غلط واحد انا بروح. ولا تستعينين في الوالد؟ اختاري. تستعينين ينخصم نص المبلغ. اوكي موافقة؟ يلا توكلنا على الله. متى فرضت زكاة الفطر على المسلمين؟ السنة الثانية هجري ولا السنة العاشرة هجري؟ ثانية. والوالد شو رايه؟ اتوقع الثانية الهجري. وانت ايش رايك؟ ما 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 يعني زيد، الاولى ولا الثانيه؟ يعني رقم يعني السنه الثانيه هجري ولا السنه العاشره هجري؟ السنه العاشره. ها؟ العاشره الاولى. شوف اذا ما غيرت رايها بعطيه بحسب جواب غلط غير رايها. الثانيه. ها خلاص على طول بدنا يقنع. صحيح الجواب. الف مبروك، تستاهلون هذه الهديه المقدمه لكم من البنك التجاري. الف مبروك، تستاهلون ان شاء الله ان شاء الله. بنمر على الكل باذن الله، باذن الله بنمر على الكل ان شاء الله باذن الله باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. رعية الله لازم تردين. شو اخبارك؟ زينة. طيبة. السلام عليكم. عليكم السلام. حالك ايوه، شو اخبارك؟ الله يسلمك. الله يحفظها لك ان شاء الله. امين الله يرحمه. شوف احنا دائما نسال الجائزه شلون تكون توزيعها، تبيها انت تبي نسالها هي كيفك؟ لا اسالها هي. واذا جاوبت غلط؟ لا بنجاوب صح ان شاء الله. واثق؟ ان شاء الله ان شاء الله نتمنى. إذا كلمينا عن اللبس شوي. هاي شو هاللبس هاي؟ هاي مو مال قرنقعو ولا غير؟ ايه صح؟ شو يسمونه ذي؟ قرقعه. لا هاي موضوع ثاني. اللي قلته أنا موضوع ثاني. شلون رمضان مستانسه؟ كم يوم صمتي؟ قول الصدق، كم يوم صمتي؟ ما ذكر. يعني أكثر من 20 ولا أقل من 20؟ أقل من 20. 10؟ لا. 5؟ ما صمتي. ما صمتي. اي قولي ليش تقولي لي اقل؟ يعني رحت للعشرين. الله يحفظها ان شاء الله. زين السؤال هو، من الخليفه الاموي الذي تولى الخلافه يوم 27 رمضان سنه 65 هجري؟ عبد الملك بن مروان، مروان بن الحكم. عبد الملك. عبد الملك. من اللي قال لك؟ ما شاء الله شاطره انت. متى اي صف انت؟ ثاني. ما شاء الله هي درستو؟ الجواب صحيح، الجواب الصح هو عبد الملك بن مروان. ألف مبروك، هذه الهدية المقدمة لكم من البنك التجاري. هاي عيديتك من البنك التجاري، تفضلي. ألف مبروك، تستاهلين. تمشى إن شاء الله، بنتمشى وبنختار اللي نقدر نختاره إن شاء الله بإذن الله. نختار اللي نقدر نختاره. طبعا احنا ودنا الكل يشارك، بس العيدية إن شاء الله موزعة على الكل بإذن الله. نحاول إن شاء الله نقدر اللي نقدر ناخذه بناخذه بإذن الله. السلام عليكم. لا لازم كلكم تطلعون. شو اخباركم؟ الله يسلمك. حياك الله اختي. الله يسلمك. شو اخبارك؟ لا شلون مستواك في الاسئله؟ كويس اكيد. من وين؟ الاردن. والله ونعم، يا مرحبا ومسهلا فيكم. تستعينين في الوالده ولا؟ لا طبعا بنفسك. تبين تاخذين كل شيء لك يعني؟ اخوها؟ شو اسمك انت؟ قصي. قصي والله ونعم. زين قصي شلون الحين الترتيب؟ من فيكم بيكون؟ انا ابي الامير جاي. انا الي ان شاء الله. الحين هي مو بسالفة مشان الله، هي سالفة اتفاق. زين السؤال لكم اثنينتكم. اللي يقول لي الجواب الاول صح بعطيه. وبعدين انتم اتفقوا، ما مترتبكم. تمام؟ يلا. ما هي المدينة التي دخلها سيف الدين قطز يوم 27 رمضان سنة 658 هجري بعد انتصاره في معركة عين جالوت؟ دمشق ولا بغداد؟ بغداد. دمشق؟ وانت شو تقولين؟ دمشق. بغداد. والوالدة؟ دمشق. دمشق. هو جواب صح.
ما بيدي شيء، شو أسوي؟ ألف مبروك، هذه الهدية المقدمة من البنك التجاري، ألف مبروك، تستاهلون إن شاء الله. إن شاء الله بنتمشى، بنروح، لازم نرضي الجميع يعني. إحنا نتمشى هني، نتمشى هناك، بنروح هناك. نعم لازم أتمشى، ما راح تعرفين حتى لو سألتك. يلا إن شاء الله، ولا يهمك ولا يهمك، إن شاء الله إن شاء الله، عشانكم منصفين مع الكل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. ان شاء الله طيبين. الله يخليك يا رب. اختي كيف حالك؟ الحمد لله تمام. زين الحين انا الحين من ادخل فيكم؟ من اللي عندها امكانيه ان تجاوب؟ انا كل يوم اجاوب على اسئلتكم. شوفوا انتم كبار، ما راح اساعد. يعني انتم صغار بساعدهم. لا بنتك ما استفدنا شيء، ما راح ان شاء الله ان شاء الله. اوكي خلاص ان شاء الله. ترى اذا خسرت بعطيها هاي. لان من البدايه وياي. ما ادري. انزين. السؤال عندكم، ما اسم الزعيم المصري الذي توفي يوم 27 رمضان سنة 1329 هجري؟ أحمد عرابي ولا طه حسين؟ أحمد عرابي. أنت شو رأيك؟ أحمد عرابي. زين إذا كان الجواب صح شلون بيكون الاتفاق؟ ما بعرف. شلون بتحلون القضية الحين بينكم؟ نص نص 50%. ليش نص نص؟ الأولوية لها، هي اللي جاوبت صح. أنتوا صدق تعرفون بعض ولا؟ والله؟ والله. الحين شلون نحل الموضوع احنا؟ أنا بغيت أدري. زين شلون بتحلون الموضوع ما بينكم الحين؟ بنتي عندها شهر. أنا شفتكم اثنينكم قلتوا تعرفون هاي. إن شاء الله إن شاء الله. هاي أمك؟ لا هي. هاي بنتك؟ زين الحين شلون احنا نحل الموضوع بين أمهاتكم؟ الحين المشكلة بين أمهاتكم مو بينكم أنتوا. ها؟ شو بتقولين؟ قولي لهم، قولي تعالي تعالي عندي، تعالي عندي، تعالي عندي، قولي لهم، قولي لهم كل عام وانتم بخير. كم قاعدة أنت؟ لا كلام. أنت تعرفين تقولين؟ تعالي وقفيني عندي، تعالي، قولي كل عام وانتم بخير. ما تعرفين بعد؟ ليش؟ زين الجواب صحيح، احمد عرابي، الف مبروك، تستاهلون. عاد ما ادري شلون بتحلون الموضوع بينكم، بس تفضل عليكم بالف عافيه ان شاء الله. لا احنا خلصنا، اذا تبون تتكلمون بسولف معاكم. تبون تسولفون؟ تبون تطلعون على التلفزيون؟ بنوقف. يلا تعال تفضل، عارفيني عن نفسك. انا يارا. يارا وانت؟ ريان. ريان ونعم. زين سلموا على الناس اللي قاعدين يتابعونكم الحين، قول لهم كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر. كل عام وانتم بخير. بس وين مبارك عليكم الشهر؟ مبارك عليكم الشهر. وانت؟ عيد مبارك، كل عام وانت بخير. شوف وانت بخير وصحة وسلامة. شوف احنا الشباب 24 ساعة في المطبخ صح؟ نروح نجرب. ايش الاكلات اللي عجبتك في رمضان؟ سمبوسة. دائما السمبوسة، اي سب جبن ولا؟ جبن. دائما الخضرة مش يعني ما تكون صح. بس كم يوم صمت انت اصلا؟ كل الايام. كم يوم يعني؟ 27. ها؟ 27. وانت؟ أيام صيام كامل، أيام صيام من الظهر للمغرب أو من العصر. شلون؟ أيام صيام كامل وأيام لا. بس يعني صمتي أهم شيء. زين والمطبخ، شو اللي حابة في المطبخ اليوم؟ ورق عنب. ها؟ ورق عنب. ورق عنب. زين شوفوا احنا العادة انا اقول حق الناس يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية من برنامج الواردة، وبنكون هني كل يوم وما بقي الا كم يوم يخلص رمضان. ابيكم انتم تقولونها، قولوا حق الناس شوي شوي وانتم تسوقون وفيه العافية، فطور العافية. يلا عنده ختام، كل عام وانتم بخير. ايوه هاي. شوي شوي وانتم راجعين البيت، قول شوي شوي وانتم راجعين البيت. انا بقول تعال قولها شوي شوي وانتوا راجعين البيت. فطور العافيه ان شاء الله. فطور العافيه ان شاء الله. زين وقول لهم مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالكم؟ قول لهم مع السلامه. مع السلامه. ايوه بالضبط. احنا وصلنا لنهايه البرنامج، نشوفكم ان شاء الله بكره مع الشباب وفطور العافيه باذن الله.